للمزيد من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا أنس الصبار. أنس، رغم التعهدات المكتوبة حتى من الجانب الأوكراني بحسن استخدام الذخائر العنقودية، اليوم تسقط أهداف مدنية بفعلها. هل صدر أي موقف أمريكي، أي بيان، أي تصريح في هذا الشأن؟ ليس بعد، ولا يبدو أنه سيكون قريبا. عادة ما يتريث الأمريكيون عندما تكون الرواية التي صدرت على الأقل حتى الآن هي رواية روسية، بإمكان الأوكرانيين أن يقولوا إن ذلك لم يحدث، وحينها يقول الأمريكيون إنهم سيجرون تحقيقهم الخاص. لكن حتى يوم أمس مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن الأوكرانيين يستخدمون القذائف العنقودية بفعالية جيدة، وبالتالي هم يرون ويتابعون ما يجري على الأرض على الأقل فيما يتعلق بهذا النوع من الذخائر. أيضا هناك مبرر آخر ربما يساق للعامة في الولايات المتحدة، بأن هذه القذائف العنقودية قدمت لأوكرانيا لأن هناك عجزا في القذائف المدفعية المقدمة لأوكرانيا من كل الدول التي تدعم أوكرانيا، وهم يعلمون بأن أوكرانيا تستخدم شهريا ما يقرب من 240 ألف قذيفة مدفعية، وهو يعادل تقريبا 12 مرة مما تنتجه الولايات المتحدة التي يقدر إنتاجها الشهري بنحو 20 ألف قذيفة. وبالتالي هناك مبررات سيقت عندما وافقت الولايات المتحدة على إرسال هذه القذائف العنقودية التي تعتبر ممنوعة من الإنتاج والتصدير في أكثر من 100 دولة، وبالتالي هي تعلم أن هذه القذائف ربما ستجلب لها بعض الصداع في الأيام المقبلة وعند استخدامها. وعلى ما يبدو فإن ما حدث وما صرحت به روسيا سيكون بداية لهذا الأمر. غالبا ما ينتظر ويتريث الأمريكيون كما ذكرت عند التعليق على الرواية الروسية فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا، وهم سينتظرون بطبيعة الحال تأكيدات من الأوكرانيين الذين كانوا بالفعل قد قدموا ضمانات مكتوبة للأمريكيين بألا تستخدم ضد المدنيين ولا في المناطق المدنية، بالنظر إلى نسبة فشلها المرتفعة نسبيا والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انفجارها حتى بعد نهاية هذه الحرب. من واشنطن أنس الصبار، شكرا جزيلا لك.